مبروك سامح فيكتوار ميريتي اليوم تاع راشد. الحمد لله يا ربي، مبروك علينا، مبروك على طراجيون وكل الكاليفيكاسيون. اليوم ماتش ما كانش سهل، لعبنا كونتر ان ايكيب اللي تريز اجريسيف، ايكيب منظمه عندها دي بون جوار. الحمد لله عرفنا كيفاش نخرجوا من ماتش هذايا. 3 بوان مهمين برشا وانتصار باهي برشا للمعنويات، يخلينا نتهناو على الكاليفيكاسيون في المرتبه الاولى ونخمو في دي زوبجيكتيف اخرين بما فيها ماتش السي اس اس نهار ثلاثة ان شاء الله. زهلي مقابله كبيره، وراها مقابله كبيره زاد، كيفاش ما عادش تكون تحضير المقابله هذه؟ خاصه نعرفوا معناتها ثلاثة ايام اربع ايام مترشح راحوا قدام النادي الرياضي السفيرسي. النادي السفيرسي كان تصرف في المهيري، اليوم تراجي نصور شي يروج على الانتصار. اكيد ماتش مصيري بالنسبه لنا، ماتش يخلينا نوسعوا في الفرقه الملاحقين المباشرين بما فيها من النادي الرياضي السفيرسي. ماتش مش باش يكون سهل، زاد سي تان كلاسيكو معنا اللي باش يكون خير و يكون بيان كونسونتري بيان ابليكي هو اللي باش ينتصر ان شاء الله. يا ربي نكونوا حاضرين كما يلزم نهار الاربعاء باش نجيبوا 3 بوان اللي خلونا نخموا في لي ماتش نتاع سوبر كوب الافريك وسوبر كوب نتاع تونس باكثر اريحيه وباكثر مورال ان شاء الله.